سقوط طائرة تقل 62 شخصا في البرازيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الأعزاء. نقلا عن شركة فوباس للطيران المشغلة للطائرة ATR-72، أن الطائرة كانت في طريقها من كاسكافيل بولاية بارنا، إن لله وإنا إليه راجعون. وأكدت إدارة الإطفاء في ساوة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الطائرة سقطت، وأنها أرسلت 7 أطقم إلى منطقة الحادث. وأظهر مقطع فيديو مصور على وسائل التواصل الاجتماعي الطائرة تصطدم بمجموعة من الأشجار على ما يبدو قبل أن يتصاعد عمود كبير من الدخان الأسود. سقطت الطائرة على منطقة سكنية في البرازيل، وأظهر مقطع الفيديو المتداول لحظة تحطم الطائرة التي على متنها 62 شخصا في منطقة سكنية خارج ساو بعد ظهر الجمعة. وأكدت الأنباء أنه لا ناجين في حادث سقوط الطائرة التي كانت تقل 62 شخصا قرب البرازيل. أعزائي المتابعين، وبكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم. دمتم بأمان الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.